مساء الجمال والسعادة عليكي صاحبة السعادة ازيك يا ناجي، اخبارك ايه؟ مروة صبري المتألقة الإعلامية اللي بتنور الشاشة ربنا والبرنامج يخليك يا والدنيا ناجي، كلها. ربنا يخليك. والله الحمد لله، أنا في نعمة، والله الحمد لله. الحمد لله يا ناجي. قولي ايه شايف الفيديو ده ازاي يا ناجي؟ هو أنا بس هقولك في الأول قبل الفيديو، عايز أقدم التعازي الله للفنان القدير العالمي سمير صبري، اللي يرحمه. هو عمل كل حاجة في الفن وإعلام ومسلسلات إذاعية، مسلسلات تلفزيونية، مسرحيات، برامج، كل حاجة، أفلام، فنان كل مبدع. حاجة، كل حاجة عملها سمير صبري. فأنا بتوجه لأسرته بالتعازي، وربنا يغفر له ويرحمه، ربنا يرحمه. وبدعو لأهله الصبر والسلوان آمين ومحبيه وكل اللي بيحبه في العالم وفي مصر وفي الوطن العربي. امين يا رب، امين. ربنا يرحمه يا رب يا نيكي. الله يرحمه يا رب. اتفضل. بالنسبة للفيديو ده يا مروة، أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. إحنا أول ما اتجوزنا، كل الناس أول ما بتتجوز بيتفق العريس الزوج والزوجة إن هم حتى ما يزعقوش أمام الأطفال، عشان الأطفال ما يجيلهمش أمراض نفسية، وما يخافوش، وما يتربوش عندهم عادات غير سليمة، يطلعوا أطفال أسوياء. يطلعوا اطفال اسواق، ما يبقوش خايفين وجبنة ويخافوا والحاجات دي. ده مجرد زعيق بين الراجل ومراته، ما بالك انت بالمشهد ده؟ المشهد ده قطع قلبي والله يا مروة، كلنا والله يا ناجي. لان انا في الحاجات العلاقات الاسرية والانسانية دي انا بتأثر جامد جدا، سواء فرح او حزن بتخليني ببكي وبندمج يعني. فانا نفسي يا مروة ان احنا مهما كانت الظروف نحاول نحلها ودي، ونحاول نحلها بعقل. ونفسي يجي يوم زي ما احنا بنرتبط بمودة ورحمة وسعادة ومعروف، في الانفصال كمان يحصل كده، ما مظبوط. يحصلش مشاكل. يعني نفسي يبقى زي ما دخلنا جواز، ولو لا قدر الله ما فيش زي نصيب ما من دخلنا ربنا، بالمعروف نخرج نخرج بالمعروف، بالمعروف، ما ونراعي يحصلش ان في ما بيننا اطفال، بالظبط ونراعي كده. نفسياتهم، ونراعي ان دول لسه بيطلعوا للدنيا، بالظبط كده. ونراعي ان احنا بندمرهم بالمنظر ده. نخرج بالمعروف، بلاش المناظر دي والمشاهد دي اللي بتسيب اثر سيء جدا حتى في اللي بيشوفها. ما بالك في الطفل الصغير ده اللي عمره، زي ما انت قلتي، عمره ما هينساها. ده هيفضل عنده تروما، هيفضل عنده تروما من المنظر ده، وعمره ما هينسى حاجة زي كده. زائد ان الـ 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 الام كمان مسكينة. يعني انا مش عارف انا ايه العنف ده، يعني مش عارف بقى حياتنا كلها عنف كده. انت بتعيط يا ناجي؟ انا ببكي والله، ببكي. انا الحاجات دي بتخليني ابكي. يعني حاجات صعبة جدا بصراحة الواحد يشوفها. وبتمنى زي ما قلت لك يا مروة، ان احنا زي ما بندخل بالمعروف نخرج بالمعروف. عندك يعني حق. اذا كان، يعني ما يعني اذا كان استحالة العشرة او استحالة تكملة الحياة الزوجية يعني. عايزه اقول لك يا ناجي، لكن كلنا امبارح لما شفنا الفيديو ده، يعني انا لما شفت الفيديو ده ما عرفتش انام. انا ما كنتش مصدقه، انا لان انا شفت الفيديو ده تقريبا الساعه كام؟ الساعه 12 او 1 بالليل، وكان نازل بقاله تقريبا 4 أو 5 ساعات، بس على ما بدا ينتشر على لا السوشيال ميديا شفته ده متاخر. ما فظيع صدقتش قوي، نفسي، يعني بجد ما صدقتش نفسي. هو احنا ازاي بقينا فظيع كده؟ فظيع قوي. ماما احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ فيديو فظيع قوي قوي قوي. انا مش متخيل ان في واحد يعمل مع مراته كده، حتى لو وبنته كان متطلقين. والطفلة الغلبانة اللي مش عارفة تدافع عن بنته، نفسها. انا بنتي او ابني يا مروه، بعمل كل حاجه في الدنيا عشان اساعده، عشان اجيب له اللي انا اتحرمت منه، اوفر له جو، واوفر له مناخ طيب، واوفر له كل حاجه انا اتحرمت منها. لان الوحيد اللي في العالم ده كله بيبقى عايز ابنه يطلع احسن منه هو الاب والام. عندك حق. انا مش مصدق اللي انا بشوفه بصراحه يا مروه. معلش انا انفعلت، معلش جامد، معلش يا مروه. والله يا ناجي، احنا كمان مش عارفين نقول ايه، يعني احنا بنحاول نعمل اللي علينا ربنا واللي نقدر ربنا عليه، وان يعين احنا يا نطرح ربنا المشكلة، يخليك، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله حقها هيرجع ان شاء ربنا الله يهدي يا ان رب، شاء الله. ربنا يهدي بشكرك، الجميع يا رب. بشكرك يا ناجي، بشكرك. مع السلامة. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا
قنوات الأسرة العربية.